نص نهار باش نحكيو على اضراب اعوان الملكيه العقاريه في سوسه. نحكيو ظهر لي على اضراب وطني. نعرفوا تفاصيل الكل مع كاتب عام نقابه الاساسيه الملكيه العقاريه بسوسه ونعرفوا شنو اهم المطالب نتاعهم. اخبار الساحل في زوم 73. سي كريم نوار اهلا وسهلا بك. عسلامة اختي ريم، شنو احوالك؟ الحمد لله. انت لاباس؟ الحمد لله. تحية كيف مستمعي النجمة فاي. شكرا لك على قبول الدعوة. سي كريم، اليوم اعوان الملكية العقارية في سوسة في اضراب، عندكم نهارين تقريبا، اليوم دخلتوا في النهار الثالث. اليوم النهار الثالث، قينا رواحنا مجبرين، لغالب مجبرين كنا ندخلوا في اضراب مفتوح. الحقيقة كانت هو ما هوش مهيكل نتيجة التسويف والمماطلة من سلطة الإشراف. اليوم عنا من أوت 2019 اللي انشر بالرائد الرسمي، كنا أصبحنا ديوان تنحيت إدارة الملكية العقارية وأصبحت بمقتضى أمر ديوان الملكية العقارية ديوان الوطني. الحقيقة تبدلت كل شيء، تمت تسمية الرئيس المدير العام، كل شيء تبدل، زادت المعاليم اللي تكبدها المواطن وصلت 400%، معناتها الترفيع في نسبة المعاليم يقابلها جودة في الخدمات. لكن القانون الأساسي متاع الموظفين إلى حد الآن قعدنا تابعين الوظيفة العمومية، جلسات متكررة ومتكررة قايم بها الأخ صلاح الدين السالمي كاتب العام مساعد لاتحاد الشغل، وصل المطلب متاعنا إلى الوزارة المالية، قاعد كل مرة يأجلونا في جلسة، كل مرة فما مغالطات، آخر مرة ما باوش حتى يقبلونا بعد ما أعطونا جلسة. إن رواحنا اليوم مجبرين كافة الأعوان في كافة مشكن في سوسة الكل، هذا معناته اعتصام وطني الحقيقة نتيجة الاستهزاء وعدم الجدية من قبل سلطة الإشراف. اعتصامكم ولا إضرابكم مفتوح سي كريم هكا؟ هو مفتوح إن شاء الله، فما توا معطيات تفيد كونه فما جلسة نهار 2 مارس يوم الثلاثاء. إن شاء الله مش يتم توا الاجتماع بكافة الأعوان ونشوفوا آخر المستجدات. احنا الغايه مش في الاضراب وتفكير الاداره امام المواطن. اليوم المواطن قاعد يتمتع بخدمات وجوده في الخدمات كبيره ومزيانه برشا. اليوم نحينا الروتار، تجي تصب دوسيك تاخذ شهاده ملكيه نتاعك في الرهون او في البيوعات في اجل معناتها اسبوع بعد ما كان شهرين وثلاث شهور. اليوم ولات عندنا خدمات عن بعد، ما عادش المواطن يتنقل في بين مختلف الجهات. اليوم حققنا المطلوب منا احنا كاعوان، عنا اليوم جودة في الخدمات اللي الناس الكل والمراقبين تحدثوا عليها حتى في 5+5. علاش قعد بما المواطن والموظف البسيط هو في الإشكاليات هذا؟ احنا اليوم نطالبوا سلطة الإشراف يا اما ترجعنا للوظيفة العمومية كما كنا ونتخلاوا عليه الديوان هذا، او التواصل في الإجراءات احداث الديوان وتفعيله على أعوان الملكية العقارية. مش معقول اليوم نقعدوا احنا نخدموا تحت راية الديوان وما نش قاعدين ننتفع بكل شيء مقابل جودة الخدمات. هذه خدمتنا وهذا واجبنا، لكن احنا مشينا بترفيع المعاليم مقابلها قانون أساسي، ولهذا احنا متشبثين بكافة حقوقنا واللي هو نشر القانون الأساسي في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتمتيع كافة الأعوان. عندنا أعوان حظائر اليوم أختي تخدم في قسم الشبابيك وتتلقى في المطالب وتخدم في السندات وفي الشهاد، معناتها خدمة حساسة برشا، مازال اليوم تحت معناتها عنوان الحظائر، ومازالت اليوم ملف التنظير مازال راقد على الرفوف. ما على سلطة الإشراف إلا تحمل مسؤولياتها باش ننقذوا هالأزمة وننقذوا قطاع الملكية العقارية. تعرف أنت حساس، نتعاملوا مع بنوك، نتعاملوا مع شركات، اليوم البيبان مسكرة أمام العجلة عجلة الاقتصاد، وين ماشيين احنا قدام؟ اليوم وزير مالية يعطي معناتها موعد وبعد ما يتعهدش بالموعد نتاعه ما يهزوش علينا التليفون. اليوم بالحق فما برشا نقاط استفهام، اليوم ماناش فاهمين علاش يتصرفوا معنا هكا. حقيقة قينا رواحنا مجبرين كونا اعتصام حضوري داخل المؤسسة والشبابيك مغلقة والمواطنين من غير خدمات. سي كريم، والمواطنين ما من هنا المنبر هذا يعني نتوجه لهم معناتها ونتاسف لهم ونقول لهم راهم مش منا، لغالب يلزمكم تفهمونا والله، وقاعدين نتحدث معاهم حتى قدام الادارات، وفما شكون يفهم، فما شكون عنده معناتها مسكين قرض مش ياخذوا. الحقيقه احنا الاضراب ماهوش غايتنا هذا، الغايه هي كون احنا نلزم سلطه الاشراف بالالتزام بتعهداتها. علاش كل مره نلقاو روحنا احنا ديما في الامباس هذا؟ مالجري كما قلت لك اختي رانا المطلوب من الاعوان الكل اليوم تعمل، ما نش نتحدثوا على شهر، ما نش نتحدثوا على 2،
اليوم نتحدثوا على اكثر من سنه منشور بالرائد الرسمي للجمهوريه التونسيه اللي هي يسمى دستور القوانين نتاعنا، وبعد نقاروا احنا خارج الاطار وخارج الركب. هذا بالحق نعيبوا على كل مسؤول. خويا اذا انت اليوم ما تلتزمش بتعهداتك فتغادر وتخلي المسؤوليه لغيرك وتخلي الناس اللي تحب تخدم وما تعطلش المرفق العام امام المواطن التونسي البسيط. واضح سي كريم نوار، شكرا ليك على تدخل معنا كتب عام النقابه الاساسيه للملكيه العقاريه بسوسة. الاعوان في اضراب مفتوح الى حين الاستجابه لما طلبهم، دونك كان عندكم قضيه في الاداره هذيا من غير ما تمشيوا اليوم حتى نشوفوا اخر المعطيات وجلسات التفاوض وين تنجم توصل. نهايه زوم 73، تحيه لكم ناس الكل اللي تبعتونا من العشرة حتى النص نهار، شكرا ليك ايمن ليغا. وتحيه زاده للمستمع الوفي من القلعه الكبيره سي صالح، يسمعنا كل يوم يتفاعل معنا في المواضيع اللي قاعدين نقدموا فيهم، يتفاعل معنا زاده اون بيرسون بون مع ايمن هو يتفاعل. دونك تحيه ليك سي صالح من القلعه الكبيره، يعطيك الصحه بارك الله فيك انك تسمعنا كل يوم. سي لا سعد من كوندير هاكم ضيفين بحذاكم كل يوم، اهلا وسهلا بيك ومرحبا. سينو زاده الناس الكل يسمعونا من ساكن سيدي بوعليب وفيشه سيدي الهيني انفيذا قلعة الكبيرة قلعة صغيرة حي رياض حي الزهور سوسة المدينة خزيمة حمام سوسة الناس الكل اللي تفعلت معنا يعطيكم صحة. ما ننساوش زادة معتمديات المهدية والمنستير، اليوم مشينا البمبلة من ولاية المنستير، نوعدكم إن شاء الله في الأيام الجاية نحكيو شوية على المهدية، عندهم برشا إشكاليات قاعدة مطروحة. سينو زادة غدوة نشوفوا معاك سي محمد. سي محمد 8 أشهر ما خذاش الريتريت نتاعو مع سي ان اس اس سوسة، قعدت عنده اشكاليات علقه. غدوه ان شاء الله نطرحوا الموضوع هذايا معاك سي محمد ونفهموا علاش حتى لليوم 8 شهور الراجل من غير دخل، عنده التزامات عائليه ما نجمش يوفي بها. دونك غدوه ان شاء الله باذن الله نحاولوا نحلوا الاشكال هذايا. انتم زاده كان عندكم اشكاليات اخرى كيف ما هكا والا اشكاليات متعلقه بالجهات نتاعكم، نفرح برشا كي نسمع اصواتكم على 73 278 600. من هوني الوقت نخليكم في امان الله، رضوان شبيل وشيخ منير الربيع يكونوا معاكم في ليله جمعة من ماضي ساعتين حتى للأربعة. كان عندكم تساؤلات دينية إذا كنت تحبوا تفهموا حاجات خاصة في الأشهر هذية رجب شعبان رمضان، أهلا وسهلا بكم نستنى تليفوناتكم باش تتفاعلوا معنا. من هوني الغدوة نخليكم إن شاء الله في أمان الله.